هل شعرت يوما أن جهازك يفرض عليك طريقة واحدة للعيش؟ النوافذ تتكدس، المهام تتزاحم، والحرية مجرد خيار رمزي في قائمة النظام. هذا ما حصل لحياتي إلى أن اكتشفت عالما جديدا يدعى بيئات سطح المكتب. غنوم مذهلة في بساطتها، صارمة في تنظيمها، لا مكان للسخافات، كل شيء في مكانه، لكن أحيانا لا تسمح لك أن تتجاوز حدودها بسهولة. أنا رأيت أشخاصا قاموا بتخصيصها بشكل جميل جدا، جعلوها تبدو يعني جميلة لا يمكن وصفها، فهمت؟ جعلوا واجهتها أسطورية. لكن التخصيص هنا في غنوم لا يتم من داخل الإعدادات بل من خلال الإضافات، ومع ذلك فإني أراها أكثر بساطة، وهي أقرب إلى ماك أو إس عكس KDE التي تميل أكثر إلى ويندوز في طبعها، فهمتم؟ KDE الحرية على هيئة كود، هو شكلها جميل قابل للتخصيص بشكل أكثر مما تتوقع. بإمكانك يعني الناس المطورين يصنعون ثيمات وينشرونها على ستور الخاص بها، وبإمكانك تحميلها. يعني تخصيص KDE بإمكانك أن تقول أنها أكثر واجهة يمكنك تخصيصها على لينكس بدون مزاح يعني. لكن مع كل هذا هناك من يشتكي من الضغط، هي بيئة مذهلة ولكنها قد تبدو مشوشة قليلا إن لم يعني تعدلها، إن لم يعني تخصصها بشكل جيد، لأنك إذا يعني بدأت تحمل أي تيم وتضعه بعشوائية فلا ستبدو مشوشة جدا. سينيمون تشبه ويندوز لكنها أكثر نضجا. أخي إذا كنت قد خرجت أي تو من عالم مايكروسوفت من عالم ويندوز فلتعاود التجربة هنا. شكل مألوف دون قيود. هل هناك مشكلة؟ لا، هي فقط مسألة توقع يعني، هي أكثر واجهة تشبه ويندوز. لكن ماذا بعد؟ هناك بيئات سطح مكتب هي كل شيء؟ لا، هناك باب واسع خلفه يدعى ويندو مانجر مثل هايبرلاند، E3 وغيرهم، وهو هروب حقيقي من كل ما تعرفه يعني. وجه النوافذ لا يهتم بشكل النوافذ بل بالكيفية التعامل معها، لا أزرار لا مؤثرات، فقط أنت واختصاراتك، أنت تصنع كل شيء. ضغط نعم، الشغف أكثر مما تتخيل. فيها يمكنك أن تعيد التجربة لكن هذه المرة بلا واجهات جاهزة. البعض يراه حدفا للراحة والبعض يراه جوهر للحرية. إذا كنت تائها في السوشيال ميديا فاعلم أن هذه الأنظمة خلقت لمن يحب السيطرة. توقع تغيرا في طريقة تعاملك مع حاسوبك، توقع أن ترى ذلك، أنت نفسك ستكتشف ذلك بنفسك. في النهاية شكرا لكل من ساهم في تطوير هذا العالم من واجهاته وهذه الأشياء، أنا جدا ممتن، لأنه بفضل كل هؤلاء المطورين يعني نحن نعيش في شيء مذهل بعيدا عن القيود التي تصنعها شركات مثل مايكروسوفت. وإذا شعرت للحظة أن هذا كثير عليك تذكر فقط، ليس عليك الاختيار اليوم، لكن في النهاية ماذا بعد؟ أنت ستختار فوق كل شيء. بإمكانك أن تأخذ وقتك وأدعمني